السلام عليكم. حدث خطير بتحاول فيه منظمات المعبد من المستوطنين المتطرفين فرض الطقوس الدينية اليهودية داخل الأقصى، وأبرزها هو ذبح قربان عيد الفصح على قاعدة المذبح في المعبد المزعوم، أي في صحن قبة الصخرة داخل المسجد الأقصى. حدث خطير بتطلع له هالمتطرفين، فتعالوا أحكي لكم بطريقتي شو اللي حاصل. عيد الفصح العبري الغاية، وعلى الأقصى يدخل نعجاته حتى يفرض واقع ثاني ويمهد لا معتقداته، بده يكثف عنا وجوده ويضم الأقصى لحدوده، والكذبة معبد لجدوده، وهذه خطوة من خطواته. كل هدفهم ذبح الغنم، وهو في غنم بتغلب صقر، بده يدنس أرضي وحرمي، هل ترضاها يا هالحر؟ هدفه يذبح أو يتبطح، وبده بساح الأقصى مذبح، حتى الفكرة لقلبي بتجرح، ترضاها هالعامة تمر؟ من أشهر والعادي بيحشد أبو طاقية وأبو دلدولة، والأقصى أحبابه بينشد ولسان حاله، يلا تعولي ما تخلوا العادي يدنسني، بد الشرفة اللي تحرسني ونجاسة قربان ما تمسني، أو أي ساقط أبو جدولة. كيف نرده؟ كيف نرده؟ أول خطبة رباكو الصوتي، كبر وصرخ كل ما فاته، ممنوعة على البعد الفوتي، اغلق مسارات اقتحاماته، عبي طريقه حجارة وردم، خلي يعرف إنه وهم، يبقاله في الأقصى سهم أو ذرة من حجاراته. رباطك في الأقصى غاية، اشعل بؤرك هون وهون، شتت أنظاره هالواطي، وفي كل موقع بدنا نكون، اللي يصلي واللي بتهجد واللي بطبختها تتعبد، صدقني إنه حيتردد لما يشوفك صخرة تكون. يا ابن القدس ويا ابن الضفة ويا ابن الداخل المحتل، هذا يومك للحق توفي، وكثرتنا جزء من الحل. ما تنسى كيف تصديته في باب العمود، تحديته في نحر المحتل، رديته وخط دفاعه انت تضل. اوعى تنسى البوابات وباب الرحمة، استرجعناه بصمود وهمة وثبات، كل ما خطط اوقفناه، وهالمرة في عنا القدرة نرجع خرفانه من دحرة، بس رابط كل يوم وبكرة حنحكي الأقصى وحميناه، قربانه هالفصح بذاته زي كل عام يعود معاه، الأقصى بستنى وجودك ووجودك حتى نحماه. خطر.